اهلا بيك. اهلا بيك. عرفنا بنفسك. محمد فاني. اهلا بيك يا استاذ محمد. اهلا بيك. قول لنا انت نازل النهارده تعمل ايه في الانتخابات؟ انا نازل تنتخب الرئيس. نازل تنتخب المرشح الرئيس قسم التعسيس. طب قول لي ليه ما فكرتش تنتخب حد غيره؟ لا، الرئيس شغال على مصر وبيعمل كباري وشغال على مصر بطرق حلوه وجميله وعظيمه، وهو ده اللي خلاني وشجعني ان انا انزل انتخب الرئيس قسم التعسيس. طيب قول لي مثلا هل مثلا مش شايف مرشح تاني ممكن يبقى جدير بالمنصب؟ لا، هو الرئيس منصب بس. الرئيس بس. طيب نفسك تشوف مصر فين بكره؟ نفسي اشوف مصر هي افضل حاجه في الدول كلها. مصر فوق الجميع، مصر ام الدنيا. نفسك تشوف مصر احسن. طب قول لي اول مطلب هتطلبه من المرشح اللي هيفوز ان شاء الله. المرشح هيفوز ان شاء الله ان يمسك كل الشعب كده وان يخلي باله بس من الكوره والكلام دوت. شكرا ليك يا حبيبي.